حلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم أحلامنا الجميلة. ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يكون يوما عامرا بطاعته، موفقين فيه للعمل الصالح الذي يحبه الله جل وعلا منا ويرضى. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على مصر كلها، وصباح الخير على أمتنا العربية والإسلامية. نبتدي موضوع جديد معاكم كده في عجالة قبل ما نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم في الأرض على الأرقام الموضحة أمامكم على الشاشة. كنا قبل كده تطرقنا لموضوع الرؤية الصالحة الصادقة، وعرفنا إيه هي وأوقاتها اللي بتغلب عليها إن هي بتيجي فيها، علامات الرؤية الصالحة، آداب الرؤية الصالحة. تبقى لنا نوعين من أنواع المنامات التي يراها النائم في نومه، وهي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها الرؤية الصادقة من الله، ودي يعني أعتقد أن احنا إن شاء الله أوجزنا فيها وأفضنا كتير. النوعين التاليين سبحان الله العظيم هما حديث النفس، ما يراه المرء في أو ما يهم المرء في يقظته فيراه في نومه. والنوع الثالث، وده اللي عايزين نتكلم فيه باستفاضة في حلقات جاية إن شاء الله، وهو الحلم من الشيطان، وبيندرج تحت الحلم من الشيطان الكابوس والأحلام المزعجة وما يطلق في بعض البلاد العربية تحت مسمى الجاثوم. هنعرف كل الأنواع دي، والأنواع دي كلها بتندرج تحت الأحلام المزعجة، سواء تلاعب الشيطان أو سواء الكابوس بأنواعه. وزي ما قلنا قبل كده أن في من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن في ما يسمى بالكابوس المزعج، والنوع الثالث ألا وهو الجاثوم، وهنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل، وهنقول أوقاتهم، وهنقول إزاي نتجنب هذه الأنواع حتى لا نصاب بأمراض نفسية والعياذ بالله الناتجة خصوصا عن بعض الأحلام المزعجة وهي الكوابيس. النهاردة هنتطرق إلى أمر هام جدا، وهو شق أو نوع مهم جدا من أنواع الأحلام، وهو ما يهم المرء في يقظته فيراه في نومه، وده اللي بنقول عليه حديث النفس. طب إزاي أعرف اللي أنا بشوفه ده إن هو حديث نفس؟ عندي علامتين مهمين جدا او مهمتين جدا. العلامة الاولى ان انا دايما بحس ان هي متعلقة بامر حصل ليا في الواقع، مرتبطة بامر لي علاقة بحياتي الواقعية. دايما بيكون حتى يعني بعض الاخوات اسالها طب انت شفتي او كان في حدث متعلق بما رايتيه في نومك، تقولي لا انا يعني ما فكرتش في الموضوع ده خالص. واخوات ربنا يهديهم ويصلح حالنا وحالهم يا رب العالمين، تكون فعلا مفكره وتبتدي تقولي لا انا ما فكرتش، ده انا ما يعني ما تطرقتش الموضوع ده خالص، وعلى العكس او على النقيض تماما من اللي بتقوله، يبتدي نشوف ان ده فعلا حديث نفس وربما انها فكرت في هذا الامر. طيب في امر او شيء تاني ربما ان هو متعلق بامورك الحياتية، زي الطالب اللي عنده مذاكرة فبيشوف دايما الامتحانات، او بيشوف ان هو رايح الدرس، او بيشوف المدرس الفلاني وبخه الى اخره. زي دايما ما بيتطرق او بيجينا في الاتصالاتكم ان الاخت دي زعلانة انها شافت جوزها ولا عز بالله بيخونها او بيتجوز عليها، وده كتير بيتكرر عليها، فده بيندرج برضو تحت حديث النفس. حديث النفس ملوش اوقات معينة، ممكن تكوني فكرتي في الحدث قبل موضوع المنام دوت باسبوع، ممكن بشهر، ممكن وانت ماشية في الشارع فجأة شفتي مثلا، زي ما كانت احد الاخوات عرضت عنا رؤية وقالت انا كنت بتفرج على أطقم صيني وأنا ماشية، ده في الواقع، وفعلا في المنام شافت أطقم صيني، وإن حد بيقول لها ولا يعوذ بالله إن بنتها مش هتتجوز، فكان ده من حديث النفس. ممكن تشوفي الحدث قبلها بشهر، ممكن قبلها بشهرين، ممكن نظرة خاطفة على أمر حياتي واقعي أو شيء يعني مريتي بيه في يومك، وفجأة اختزنوا العقل الباطن. طيب إمتى بيظهر؟ صحيح عندي علامة تانية ان ده حديث نفس، بعض الاخوات عن مستخيرة مثلا، او بعض الاخوة مستخير حول امر ما، ويفضل طول الليل يفكر في الامر، يفكر في العروسة اللي هو رايح ليها، او يفكر في تفكر في العريس اللي هي رايحة له، يفكر في الشغل. فده ما يسمى او ما يطلق عليه استجلاب الرؤية او استجلاب المنام، او تفكر انها شافت النبي صلى الله عليه وسلم. بس سبحان الله العظيم خصوصا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم
قد ترد لو حضرتك بقى مستجلبة الرؤية، ودي علامة من علامات حديث النفس، بتشوفي النبي في غير صلى الله عليه وسلم في غير الوصف الذي ورد عنه في كتب العلماء وما ورد عن شمائله المحمدية. فحضرتك دلوقتي بتستجلبي ان انت تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فده حديث نفس وليس رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. واحيانا انت ما بتشوفهوش، انا بقولك طب اوصفي لي وجهه، تقولي لا انا ما شفتش وجهه، انا شفته لابس نظاره بس مش متاكده من ملامح وجهه، انا شفته لابس بنطلون ولابس قميص ولابس ساعه بس مش متاكده. طبعا ده كله يعني وصف غير الوصف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدي بتندرج تحت ما يسمى بحديث النفس. العلامه الثانيه استجلاب الرؤيه. طيب امتى بتظهر الاحلام اللي هي احاديث النفس؟ احنا دلوقتي لو جبنا مثلا دبوس صغير وشكينا بيه جرح معين في الجسم، اول ما تشك الجرح طبعا هينفتح الجرح دوت، هيبتدي ينزل سائل. طيب ايه اللي بيحصل معانا بقى في المنام اللي هو حديث النفس؟ وجد الباعث او المثير اللي بيثير خروج هذه الذكريات او مكنون الذكريات دي من عقلك الباطن، فيصور ليك العقل الباطن كل اللي انت شفتيه دوت في هيئة المنام دوت. عندنا نوعين من انواع الحديث النفسية، النوع السطحي والنوع العميق. طيب يعني ايه النوع السطحي؟ النوع السطحي اللي هو بيلامس حياتي اليومية، او حياتي اللي هي كل مثلا او من شهر او من شهرين او من ثلاثة، فده اسمه ما يسمى بحديث النفس السطحي. حديث النفس السطحي أمور عادية جدا بتلامس واقعك ده الآن أو الفترة الموجودة فيها دلوقتي حضرتك، فترة حياتية الموجودة فيها. طب العميق، العميق دوت بيردنا لأكبر فترة احنا مرينا فيها بضغوط في حياتنا، ألا وهي الفترة مثلا اللي حضرتك هقول يعني الامتحانات، ودي رؤية أو رؤى كتيرة أو أحلام نفسية كتيرة بترد في موضوع الامتحانات، أن حضرتك تشوفي نفسك بتمتحني في الثانوية العامة وخصوصا امتحانات الرياضة أو مادة صعبة. ده هنا إن حضرتك عقلك الباطن خرج ليكي الحدث العميق، ألا وهو أول فترة انت اتعرضتي فيها لضغوط نفسية شديدة وتعب نفسي شديد واحساس بالمسؤولية الشديدة وتعب وارهاق فكري ومجهود ذهني كبير جدا في هذه الفترة. برضو احد الاخوات قد تقول انا دايما بشوف والدتي بتضربني في المنام، هي كانت بتعملني معاملة قاسية وانا صغيرة بس دلوقتي علاقتي بيني وبينها كويسة. ده بيشير ايضا ان حضرتك ده اسمه حديث نفسي عميق موجود عندك في عقلك الباطن، فبيفرز للباس. وهنتكلم عن الباس وهنقول وهنفصل عشان ننتهي من نقطة منامات النفسية. برضو احد الاخوة او الاخوات تقول انا دايما بشوف بيتنا القديم انتقلت الى بيت جديد، فالعقل الباطن هنا محتفظ بالذكريات الجميلة اللي حضرتك مريتي بيها في بيتكم القديم او بيت العيلة، او محتفظ بيها كذكريات سيئة. طيب عندي امر مهم جدا، الا وهو ازاي ان انا او الباعث ليه بيخرج عندي الاحلام خصوصا النفسية العميقة دي، ليه بيظهرها؟ لان حضرتك في واقعك مقبلة او حضرتك في الواقع مقبل على حدث مهم جدا يشابه حدث الثانوية العامة في الضغط الذهني والفكري والمسؤولية الكبيرة جدا، فحضرتك عقلك الباطن بيخرج لك دوت ويقول لك ان انت تستعد لان في مسؤولية كبيرة حضرتك مقبل عليها او حضرتك مقبل عليها. فده هي شكة الدبوس، ان انا عندي في الواقع زي كتير من الاخوات بتقول انا بشوف زوجي بيتزوج عليا، لان حضرتك ايه المثير؟ المثير ان في اهمال وتقصير من زوج حضرتك، وده قلناه قبل كده في حلقات كتير، واللي بيخلي ان حضرتك تشوفي ان هو بيتزوج عليكي هذا المثير او هذا الامر اللي موجود في عقلك الباطن. طيب احنا ازاي ننهي موضوع الاحلام النفسية دي؟ والله سبحان الله العظيم يعني كل البحث اللي انا عملته في امر الحديث النفسية ما لقيتش غير التوكل واليقين فقط.
ان انا اكون متوكله على الله عز وجل، واكون موقنه بان الله عز وجل سييسر امري الى الخير وسيعيني، سيعيني طلب. انا لجأت لله، لن يضيعني الله عز وجل ابدا طالما لجأت اليه. ده كان يعني الامر الاخر الدعاء، ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى: يا رب احفظ لي زوجي، يا رب يسر لي اموري، يا رب اني توكلت عليك واعتمدت في هذا الامر الى اخره. يعني يبقى عندنا الدعاء ثم اليقين. اجعل كل بضاعتك، هي الدعاء لله جل وعلا، ثم اليقين بأن الله عز وجل طالما لجأت إليه سيعينك وسيقضي أمرك إن شاء الله إلى الخير بإذن الله تعالى. والتوكل، وهو التوكل على الله عز وجل أولا ثم السعي. ده في عجالة، وأتمنى أن أنا أكون أوفيت في النقطة دي. وأستقبل أول اتصالاتكم. السلام عليكم. اهلا يا استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم، تفضل. انا شفت رؤيا. مع حضرتك، تفضل. شفت رؤيا، يعني أنا ماشي في مكان كده، في مكان حافي، مش حافي، والشارع ده كان في ناس، كان في ناس كتيرة يعني. جيت أخش البيت، فلقيت حد يطلع البيت كده، ما يعني مش عارف، يا أخي مش فاكر مين هو بالظبط. طيب حضرتك يا استاذ عبد الرحمن دخلت البيت في المنام؟ لا ما دخلتوش. طيب حضرتك متزوج ام اعزب؟ لا مش متزوج. طيب في سعي حاليا للزواج؟ في سعي للزواج حضرتك يعني ماشي في مشروع الزواج؟ ماشي في مشروع. طيب خيرا، حاضر يا استاذ عبد الرحمن، حاضر. حاضر. الرؤية الأولى للأستاذ عبد الرحمن، والله أعلى وأعلم، هي سعي من حضرتك في امر اعتقد ان هو اما زواج اما تجارة. وطالما انك دخلت هذا البيت او دخلت البيت الموجود في الرؤية، فهي ان شاء الله امن وقضاء امرك على الخير ان شاء الله. يتطلب منك الدعاء والتوكل على الله عز وجل واليقين ان الله عز وجل سييسر امرك. شيماء، صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. حلمت في رؤية. خيرا. تفضلي. حلمت مرة. ألو، مع حضرتك. حلمت مرة إن عمتي النهاردة جايبة لي عباية بني، ولونها بني، وفيها بتاع تبت زي عالجناب. تمام. وبعد كده طلع منها تمساح. تمام. تعبان. تعبان ولا تمساح؟ تعبان. تمام.
وبعدين ندمت جدا. عمرك قد ايه يا شيماء؟ طيب ماشي. هي عموما انا حاسه ان هي البنت يعني بنت صغيره، مش امراه كبيره، ومرعوبه من المنام، وفي اعتقد في احداث كتيره في المنام، يعني ربما ان هي ازعجتها في نومها. طب اكمل معاك يا شيماء بعد ما استقبل ام امل. اهلا يا ام امل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي حلم، ممكن حضرتك اتفضلي اتفضلي. وأول حلم حضرتك إن أنا قاعدة في فرح على كوشة بتجوز ابن خالتي ومن غير زينة ومن غير صوت خالص. فنزلت من على الكوشة، لقيت الفستان كان كله أسود زي ما كنا عادية، بكمين بيض لونهم أبيض وتحجيبة بيضة، وكان في شنطة أنا أخدتها وكنت فرحانة بيها. وكان معايا أطفال عطتهم حاجات من الشنطة دي وفرحوا بيها جدا، وكانت أختي واقفة وشايفاني وكده. فحلمت إن أنا طلعت بقى من الكوشة أنا وابن خالتي، دخلنا بيت جيرانهم، وإن أنا كنت لابسة جاكيت فوق قميص. ودخلت انا وهو البيت ده والبيت اللي بعده، قالت ازاي طالعة كده؟ قلت له مفيش مشاكل يعني. فبعدين لقيت واحدة اسمها وسراء واقفين واقفة ساكتة، هي واختي وشاب اسمه علي. هما كانوا واقفين بيتفرجوا عليا وكده. فجت ست بتقولي انت ازاي ما شرتوش البيت دي ده؟ انتوا ده لو كنت زنيته عليه شويه كان هيبيعه، هو كده كده كان ناوي يبيعه يعني. فجت واحدة اسمها ام وسراء قالت لاختي انا معايا حلقين صين، اختار انهي فيهم؟ قالت لا، قالت اختاري اللي هو الحلق التاني، هو بيلمع وهو صيني يعني، فاختارت وخلاص على كده. طيب حضرتك متزوجة صح؟ اه متجوز. عندك اولاد؟ ده عندي بنت واحدة. طيب في تفكير للحمل ولا حضرتك حامل؟ لا مفيش تفكير خالص. طيب خير ان شاء الله. حاضر حاضر يا ام عمل. شيماء، كل اللي في الرؤية يا شيماء هو نصيحة، او يعني اعتقد ان هو يعني يندرج تحت المنامات المزعجة وليس الرؤى، ولكن نأخذ منه ان احنا نعمل ايه؟ دايما نحافظ على التحصين، ونحافظ على صلواتنا، وقراءة القرآن، واجعل من القرآن وردا يوميا لك وحافظي عليه، حتى لا تعاودك هذه الأحلام المزعجة مرة تانية، وأفكار النوم زي ما قلنا قبل كده، ونحافظ على آداب النوم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أم أمل، والله أعلى وأعلم، ربما يا أم أمل الرؤية دي بتشير، والله أعلى وأعلم، إن هو ربما يكون في حمل إن شاء الله، وترزقي بوليد ذكر بإذن الله تعالى. وربما عندكم برضو الجزئية اللي قالت فيها ما تبيعوش البيت، فربما لو كان في شيء انتم مقدمين عليه في بيع شيء من ممتلكاتكم، ربما انه ليس فيه خير، والله اعلى واعلم. معانا في الاس ام اس اللي جاتنا منكم، حلمت ان في عنب كتير وكنت باكل عنب، وحلمت تاني انه اخي اشترى عقد ذهب بس شكله حلو كتير. اتمنى بس من اللي بعت لنا ان هو يبعت بس بعض البيانات البسيطة، بنت متزوجة عزباء، يعني بعض البيانات بس البسيطة. عموما
هذه بشارة برزق إن شاء الله، ولكنه رزق في علم. ربما حضرتك أو حضرتك تقبل على الله عز وجل في علم شرعي وتتعلمه إن شاء الله، أما العقد فربما أنه تمام هذا العلم إن شاء الله، ويعني إن أنت توصلي بإذن الله تعالى للتخرج في هذا العلم وتكملي على خير إن شاء الله وتعلمي. إما إنها كنت عزباء فهي بشارة زواج لك إن شاء الله. السلام عليكم. دائما أحلم أني أنزل من مكان عالي أو أصعد بصعوبة، والبارحة حلمت إني أنزل من درج مصنوع من قماش هش، وكنت خايفة إني يتمزق بي. هي بتقول دايما بحلم إني بنزل من مكان عالي أو أصعد. طيب هكمل مع حضرتك الرؤية بس لما استقبل الاتصال. السلام عليكم. أهلا يا حاج أمان. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا حاج. أهلا بالسلامة. الله يسلمك، الله يسلم عمرك يا رب. طيب عودي بينا الاتصال تاني يا حاج أمال، معلش الاتصال قطع. فهنا بتقول دايما، فهي هنا عندها طيب احنا قلنا حضرتك قلتي ان التكرر في المنام يعني ان هو حديث نفس. لا احنا قلنا قبل كده ان في تكرر يعني ما يسمى برؤيا العادة، وده لقيناه الحمد لله امر موثق او يعني في كتب اهل العلم في مخطوطة لقيناها لمعد الرؤى يسمى محمد الهادي من عهد الدولة العباسية، وجدت في مخطوطة هو كاتبها بخطه سبحان الله العظيم، فوجدت فيها ان هو كتب امر عن هذه الرؤية، رؤية العادة المتكررة. فده كان المصدر لنا. انت هنا عندك رؤية عادة متكررة، وهي والله اعلى واعلم السعي في الامور، ولكن بغير يعني الله مستعان بغير روية وحكمة. فهنا الرؤية دي بتشير ان كان في امر حضرتك مقبل عليه، اولا استخير الله عز وجل اولا في امرك، وما ييسرك الله عز وجل فيه توكلي على الله وقومي به. لكن حضرتك تاخدي قرارات وتاخدي امور هامه في حياتك، قرارات هامه في حياتك دون استخاره ثم بتسرع وعجله، هذا يؤدي الى والعياذ بالله يعني مشاكل كبيره في حياتك. فهي الرؤيه هنا تنبيه لحضرتك ان كان في قرار زي ما نصحت حضرتك. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. اهلا يا سامح، اتفضلي اتفضلي. لو سمحت انا حلمت 3 احلام ممكن اقعد تكسرهم؟ اتفضلي. انا النهارده حلمت ان اصلا حماتي ميتة ماشي، المهم ايه عندما ما يكون بديلك وجودي 10 جنيه بقول انا عاوز اشتري ب10 جنيه عيش ماشي، المهم جيت افرش العيش كتير كده بعبولك شنط، وحماتي قال لي 3 ترغيفة تاكل، وبعد كده ايه هي جعانه بقول لها انت عاوزه اشتري لك جبنه، راحت ايه رحت راحة عشان اجيب لها الجبنة.
لحظة يا سماح، سماح العيش كان العيش العادي بتاعنا ولا الكبير؟ لا العيش اللي هو بوشوري ده بس تمام. المفروض وحلو. طيب تمام. تاني حلم حلمت امبارح اللي هو انا ووالدتي بنشتري حاجة بس مش فاكرة ايه هي، وانا زيتنا على تاتيهاني كده فضلنا الله ده نفسي في البرتقال، رحنا عشان نشتري ماشي. فالمهم وانا احنا بنشتري بيدينا كومباية وخضرة، قلت لا مش عاوزة الكومباية اديني موز احسن، راح اداني موز. تاني حلم اللي انا واخويا خاطب ماشي، فراح يشتري حلق لخطيبته صغير، فبقول له بتاع التابري مفيش حاجة ليا بقى، فاداني حرف اف ذهب. المهم جه مصدله ده مصد، شفنا واحد غير، قال لي طب تعالي هاتي وانا نضفهولك وخليه يلمع. واخوك خاطب فعلا؟ اخوك اشترى الشبكة ولا لسه؟ هو اشترى شبكة بس اشترى لها حلق. تمام. بس ده مش عارفة تفسيره من بعض، بس مزعجة او من الحلم اتحرمتي، عشان دايما بسمع ان اخد الميت يعني اما بياكل او كده بيبقى وحش. لا يا حبيبتي مفيش حاجة، ان شاء الله خيرا بإذن الله. حاضر يا سلام. شكرا. عفوا. اولا يا سماح احنا قلنا في رؤى الاموات ان احنا اول رساله بيحملها لينا ان هو بيطلب مننا الصدقه، والافضل ان تكون صدقه جاريه، وبيطلب منا الدعاء له بالرحمه والمغفره. يبقى اول حاجه نعمل نلزم له الدعاء ونخرج له من الصدقه، يبقى اول امرين هنعملهم. طيب انت قلتي ان في 10 ارغفة، والله على اعلم ده رزق مقبل عليكم. انا سألتك ليه حجم الرغيف قد ايه، فقلتي لي الموجود العادي بتاعنا، العادي اللي هو بشيلين زي ما انت قلتي دوت بيعبر عن الالف من المال، فحضرتك قلتي هنا 10، فدي واضح ان هي ان زوج حضرتك يرزق ان شاء الله بمال، والله اعلى واعلم، من فاتحة خير او شيء هيبيعه، ارض، بيت، الى اخره. ودي حس لحضرتك ان انت تخرجي لهذه المتوفاة من الصدقة من هذا المال على الاخص. هستقبل الاتصال واكمل معاك يا سماح. اهلا يا ام فارس، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت انا الحلم اللي هو ده يا جوز عمتي حلمه، بس على جوز عمتي حلمه على جوز. لا ام فارس انت سماح؟ ام فارس. انا ام فارس. طيب انت انه اتصال اتصلتي بيه فينا؟ اللي هو 712 ده. لا حبيبتي انا فاهمة، بس انهي رؤية فكريني بيها معلش. لا انا ما اتصلتش قبل كده. طيب قولي كملي. هي عمتي اخت جوزي حلمها على اخوها. فهي حلمانة ان هي حماتي متوفية. فكانت بتقول ان هي بتقول لها تعالى اما نروح نعزي، قالت لها لا انا هروح مع بسمة مرات اخوك. وكانت انا لابسة خروج وشنطة، فقالت لها هي دي لبس هتروح تعزي بيه، قالت لها لا انا هروح معاها عشان جمال اخوك. وبعدين قالت لها هو رحنا، بتقول ان احنا رحنا مكان وحد قاعد يدينا ورق مكتوب فيه الجوكر، ويقول والله هو اسم جمال بقى اسمه الجوكر. بس هو ده الرؤية اللي شفتها. طيب حاضر يا ام فارس. حاضر.
هكمل مع سماح بس استقبل ام محمد. اهلا يا ام محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، ربنا يعزك، اتفضلي. أنا في حلمين، خيرا. الله يخليك، في حلمين يا دكتورة، واحد لابني وواحد لبنتي. حضرتك علي صوتك شوية بس يا أم محمد، ربنا يعزك. ماشي يا دكتور، ابني حلمان اللي هو فيه قطة، في قطة عمالة تجري معاه محيرة من أوضة لأوضة ومصال. عمالة تاكل عيش، فهو هي محيرة عمالة تجري وراه يجري وراه، فضربها وجسد لها بالديل. في طيب نفس المنام، طيب يا أم محمد، عمر ابن حضرتك قد إيه؟ 21 سنة. تمام. 21 سنة. طيب وفي نفس المنام، وفي نفس المنام حلم اللي هو واقف على بحر بيتوضى منه. طيب ده نهاية الرؤية، إن هو شاف نفسه واقف على بحر بيتوضأ منه. طيب خير إن شاء الله. بيتوضأ منه، وبنتي بقى بنتي متزوجة، بنتي نفس بتحلم على طول، لها سنة ونص متزوجة ما خلفتش. ربنا ربنا يكرمها ان على شاء طول الله. اللي هي مخلفه بيت وجميل، بس هي ما حملتش. واكتر الناس بيحلمونه اللي هي حامل، بس مش حامل. طيب حاضر، يعني كتير من الناس بيحلموا لها نفس الرؤيه دي. ان هي حامل، وهي حلمانة اللي هي جايبه بيت، واختها جايبه بيت. حاضر حاضر. ارجع تاني. طيب استقبل الاتصال ومعلش هرد عليكم. حاضر، معانا مين؟ السلام عليكم. طيب اما الرؤيتين يا سماح او المنامين التانيين، والله اعلى واعلم، انت بتقولي في منامك انا نفسي او نفسي بتقولي، فدي علامة ايضا على منام النفس، فده الرؤية الخاصة بالبرتقان، والله اعلى واعلم انها حديث نفس. لكن اذا ورد البرتقال في رؤية صحيحة فعلا فله تأويل اخر. والرؤية او المنام الاخير لحضرتك يا استاذ سماح، والله اعلى واعلم، حديث نفس. معانا ام منا، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا ام منا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. أنا عندي حلمين، الحلم الأولاني اللي أنا حلمت اللي أنا وزوجي كنا يعني رايحين بيت والده، على العلم إن والده متوفي، بس مرات باباه عايشة، مرات باباه عايشة وكده، وكنا ماشيين أنا وهو وأخوه الصغير رايحين لإيه لمرات باباه. اللي هو أخوه ده من ابن مرات باباه من باباه. رايحين البيت، لما رحنا يعني شفت محل وأنا ماشية بيبيع زي إيه كوبايات، اشتريت 6 كوبايات. لما طلعت فوق عند مرات باباه رحت بمسك الكوبايات بغسلها،
وانا يعني ايه بغسل فيها كده، غسلت دي اربعة منهم واتبقى اسمي. وبعدين جيت زوجي بيقول لي يا ريت ما تغسلهمش هنا، لما اروح البيت تغسليهم عشان ايه مرات بابا يعني ما تتكلمش وكده. اخر مرة اشتريتي فيها كوبايات امتى يا من يا ام منى؟ نعم، اخر مرة اشتريتي فيها كوبايات كانت امتى؟ لا من فترة قريبة، بس مش انا اللي اشتريتها. طيب يعني ابني جابهالي. طيب يا حبيبتي اتفضلي. اه بس في حاجة تانية هكملهالك. لما لقيت مرات بابا بتبصلي يعني جاي بسلم عليها وانا ماشية، لقيتها بتبصلي يعني بغيظ جامد او بغضب جامد جدا، ومرضتش تسلم عليا لدرجة الشعر باين عليه الغضب جامد. انا بمد ايدي اسلم عليها مرضتش تسلم عليا. رحت انا ايه مشيت، زوجي بيقول لي ما تزعليش وكده، قلت له لا انا ما بزعلش عادي يعني مفيش مشكلة. وخلص الحلم على كده. العلاقة بينك وبينها متوترة يا أم منة؟ أخو زوجي دوت اللي كان معايا في الحلم الأولاني هو أصلا خاطب بقاله سنة. حلمت إن هو بيقول لي أنا عايزك تيجي معايا تنقيلي شطة، على العلم بإنه خاطب بقاله سنة. بيقول لي تعالي معايا عشان تجيبي لي الشقه. قلت له انا اشمعنى انا بالزيد يعني ده انا يعني مع نفسي مش بقول له كده. استغربت ان طلبني انا رغم ان هو عند اخويت يعني بيجهز حاليا. سمعتي ام منى لحظه، بيجهز اخو زوجك حضرتك يا حضرتك بيجهز حاليا؟ نعم بيجهز حاليا. عامل صوتك مش سامعاك. هو بيجهز اخو وزوج حضرتك بيجهز حاليا للزواج ان شاء الله؟ اه بيجهز، هو مسافر مش موجود اصلا خارج البلد. طيب زوج حضرتك هو الاخ الكبير ليه؟ نعم زوج حضرتك هو الاخ الاكبر لي؟ ايوه هو اكبر واحد اه في اخواته. تمام حاضر. اسمع حضرتك من خلال التلفزيون؟ حاضر يا ام منى. حاضر يا ام منى حاضر. نرجع لام فارس. فيا ام فارس والله اعلى واعلم ربما ان يكون في اجتماع عائلي على امر مهم جدا يحدث في العائلة، وهو امر مش يعني امر مش سيء والعياذ بالله، لا هو امر عادي جدا ينتج عنه اجتماع ليكم كلكم وسعي منكم انتم جميعا في حوائج بعض، يعني في امر ده يتطلب مساعدات من كل افراد العيلة في هذا اليوم او في هذه المناسبة. كمان ام فارس زي ما بننصح اي حد بيشوف متوفى عليك ان تلزمي له الدعاء وتخرجي له من الصدقة، هذا والله اعلى واعلم. ام محمد هنا احنا كتير قلنا ان الرؤى اللي فيها قطة احيانا حيوان القط بالذات قد يعني الحسد، ولكن يعني دي من الرموز اللي بناخد منها احيانا ولكن لأوصاف معينة بقية رموز. لكن هنا واضح من الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القطط او الهرة الطوافون عليكم والطوافات، فسبحان الله العظيم هنا واضح ان ابن حضرتك كان بيلزم صدقة على شخص معين او
أو بيدي مال لحد معين مقرب منه بعيد، بيساعد في مال معين، وهو المال ده بيساعد حد محتاج للمال، امرأة، رجل، الله أعلم. وهذا المال قطع ابن حضرتك عن هذا الشخص، فالوجهة دي من التعبير، فعلى حضرتك ان تخبري الابن الكريم ان هو يعاود الصدقة مرة اخرى، دي دلالة. إلا ان الرؤية لو اخذنا انها من منظور الحسد، لان عندي دلالة مهمة جدا اللي هي وقوفه على البحر وبيتوضأ، فوقوفه على البحر، وحضرتك قلتي البحر الحل ميتته الطهور ماؤه، فحضرتك هنا جبتي علامة مهمة جدا، أو هو شاف حاجة مهمة جدا إن هو فعلا ابن حضرتك محسود، ودي البشارة إن هو إن شاء الله سيخلص من هذا الحسد، ولكن يلزم رقية شرعية لبعض الوقت. دي الرؤية الأولى. الرؤية الثانية برضو يعني حضرتك ما شاء الله رؤيتين فيهم نوع من التفتيح لأمور العلم التفسير. الرؤية الثانية حضرتك بتقولي بنتي متزوجة ولم ترزق إلى الآن هكمل طيب مع حضرتك بعد الاستقبال. اتصال أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا ست الكل، اتفضلي. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. أنا كنت عندي حلم كده، أنا عاوز أقولك. اتفضلي. أنا كان مرة كده حلمت إني كنت جايب يعني موجودة أنا وأصحابي، وبعدين كان بصيت للسما كده لقيت قمر أبيض ومنورة الدنيا كلها، وبعد كده جه أصحاب بصيت كده لقيت في جنب المسجد، وبعد كده رحت قلت لأصحابي المسجد راح يعني بيأذن، أنا في الصلاة ابتدى خلاص. كنت بقول لأصحابي يعني خلاص يعني الصلاة بتبتدي، يلا نزل نمشي نصلي. فأصحابي قالوا إن إحنا مش رايحين، وإنت عاوزة تروحي. أنا يعني جريت كده دخلت المسجد، راح يعني حلم خلصت. فوزاتي تفسري لي يعني. طيب أم محمد حضرتك متزوجة؟ أيوة. طيب خير إن شاء الله. قبل ما نسيت الفيلم ده كنت مش متجوزة. صحيح، ده اللي أنا بسأل عليه، لأن هي ما شاء الله يعني. حاضر هرد عليكي يا أم محمد. حاضر حاضر. أكمل مع أم محمد الرؤية الأولى. في عندي في صحيح البخاري باب كامل في كتاب التعبير يسمى بباب تواطؤ الرؤية. طب يعني ايه تواطؤ الرؤية؟ التواطؤ لغة هو يعني ان يأتي الشيء اكثر من مرة على نفس الشيء، يعني او ان يتكرر الشيء على اكثر من، او الله مستعان، لغة ان يتكرر الامر على نفس الدلالة. طب اصطلاحا في علم التفسير نقول ايه؟ نقول ان اكتر من شخص ملهمش يعني اي علاقة بالامر اللي حضرتك فيه بيشوفوا نفس الرؤية، وبيشوفوا نفس هذا
الرمز او هذه الدلالة. طيب ده معناه ايه؟ تواطؤ الرؤية هنا احنا بنقول عليه انه بشارة من الامور التي تبشر بوقوع الامر. طيب ايه الاستدلال اللي استدلت عليه بالكلام دوت؟ رؤيا الاذان، لو حضراتكم تتذكروا معايا. طب هكمل بعد الاتصال. اهلا يا تغريد. طيب انقطع الاتصال. فتواطؤ الرؤية هنا يعني تأكد ان شاء الله انها ستتحقق باذن الله جل وعلا وستقع على هذا الامر. الا وهو ولادة بنت حضرتك ان شاء الله انها ستحمل وستلد وستقر عينا بالذرية. اسأل الله عز وجل لها وللجميع ذرية صالحة نافعة طيبة، امين يا رب العالمين. التواطؤ بقى للي عايز يعرف معلومة بسيطة. اخدنا استدلنا من ايه؟ اولا من ليلة القدر، ان الصحابة رضوان الله عليهم تواطؤت عندهم، او اكثر من صحابي واكثر من اكثر من واحد منهم رأى ان ليلة القدر في العشر الاواخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر قال لهم التمسوها في العشر الاواخر، لانه شاف ان هي تواطأت على اكثر من شخص او اكثر من صحابي رضوان الله عليهم جميعا. طيب هكمل معاكم النقطة دي بعد الاتصال. اهلا يا سماح. انا اللي كلمت حضرتك من شوية. ايوه يا سماح اتفضلي. حضرتك ما قلتيش تفسير اللي هو بتاع الذهب. ايوه يا سماح حاضر. انا عاوز اسمع تفسيره. حاضر يا سماح. الفكرة او شكرا. العفو يا حبيبي العفو. هكمل نقطة التواطؤ في عجالة. وبرضو تواطأت رؤية الأذان وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشرع الأذان وقتها، وهي أن زيد بن عبد الله بن ربه أحد الصحابة أحد رجال الأنصار سبحان الله العظيم رأى في المنام ان احدا علمه الى اخر الرؤية حتى لا اطيل عليكم، وهو يقول مع بلال ما رآه في نوم من صيغة الاذان، وكان بلال يقول الاذان لاول مرة سمعه عمر بن الخطاب في بيته رضي الله عنه وارضاه، فخرج يجر ثوبه سبحان الله العظيم من بيته ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له والذي بعثك بالحق اني رأيت مثل ما رأى، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله. فده اسمه تواطؤ الرؤية، باب كامل في صحيح البخاري لمن يتعلم هذا العلم او يحب هذا العلم فليقرأه فهو نافع جدا. معانا اتصال. اهلا يا صفية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا عندي رؤية. اتفضلي. مرة شفت في المنام ان انا ببكي كتير. ان انت ايه؟ ببكي كتير. بتبكي في مكان ايه؟ بتبكي مكان ببكي كتير. ها تمام. ومرة وفي زرع كتير. وعم طلع لي واحد لابس ابيض فابيض. قام قال لي بتبكي ليه؟ رحت قلت له ان انا
يعني تعبانة قوي. رحت قعدت ابكي، جاب كل عصافير الجنة حطولي كرسي ابيض وقعدت عليه. قام قال لي احكيلي. قام جت واحدة مولية وشها كبير، قالت احنا الاتنين هنشعلق في غراب واحد. راح عم قعد كلمني كتير وقعدت اكلمه، زقاني مية زقاني مية. رحت قلت له انت مين؟ ردوش يرد عليا. طيب يا صفية، عندي رؤية تاني. صفية لحظة لو سمحتي، انت ملتزمة برنامج للرقية الشرعية؟ لا. حاولت تلزميه من فترة وانقطعتي عنه ولا ما التزمتيهوش خالص؟ وعندي رؤية تاني. طيب كملي. في مرة كنت ماشية مع واحدة قريبتي، أما رحنا في مكان كده فاضي قعد فيه، أم قعد فيه بك راجل، أم رحنا وقلنا له عايزين عصفور، أم ادانا واحد، قلنا له بكام؟ قال بخمسين جنيه. راحت قالت لي خد اتنين، وقلت لها عايزش غير واحد بس. خلص في رؤية تاني. طيب انت متزوجة يا صفية؟ لا انا انسة. عمرك قد ايه؟ 14 سنة. طيب يا حبيبتي كملي. عندي رؤية تاني. اتفضلي. قلت عمي مرة حلمت انها بتنزل دس على صدرها بتنزل لبن كتير. هي اللي حلمت ولا انت اللي حلمت هي لها؟ عفوا. طيب حاضر. هي. طيب تمام. في رؤية تاني. اختي عايزة تكلمك. طيب اهلا وسهلا. طب خلاص. هي حلمت مرة ان مرة بتطلع فيران كتير من الارض. فيران؟ في ضعفاء صفرة. فيران يا صفية؟ بتبص عليها بس. طيب. بس ما تحركتش. انتوا محافظين على صلواتكم يا صفية؟ طيب الحمد لله. في بس رؤية تاني. اتفضلي. مرة رحت في مرة كنت الصهاب، قال ايه طلعتني مرة لابسة اسود في اسود. أم قالت لي إيه؟ في جنازة معدية. أم أنا بس وهي بتصوت وناس كتير، قمت أنا رايحة وراه راحت ضربتني بالقف. قالت لي تروحيش وراه. انت رحت انا بشتري خاتم.
طلعت لي واحدة قالت لي انت بتشتري لي ده. قامت كسرته مني. في رؤية تاني. تفضلي يا صفية. مرت عمي مرة حلو. إن جدي جاي فروجة. كبيرة. أمودها لأخت المتجوزة. جدك عايش يا صفية؟ ايه؟ جدك عايش؟ اه. طيب. اه. هو تعبان. ربنا يعافيه ويعفو عنه ويشفيه امين يا رب العالمين. هو بس حلمته ان ماشي بيها. طيب حاضر. في رؤى تانية يا صفية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا. عايزين رقمك الشخصي. الأحلام لو هو الرقم للأحلام، الأحلام احنا بنستقبلها من خلال القناة هنا على الشاشة في البرنامج، أو من خلال الأرقام الموضحة على الشاشة أمامكم. لكن أي أمر شخصي مش أحلام أنا تحت أمرك، الرقم موجود في الكنترول. لكن لو الأحلام أنا هعتذر، مش هرد على الاتصالات اللي بتحتوي على أحلام. حاضر، هكمل مع أم ملك. السلام عليكم يا أم ملك، خليناكي كتير على الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. فضلك انا في رؤية لجوزي كنت عايزة اقولها. اتفضلي. متأكدة من كل تفاصيلها؟ هو حلم خير اللي هم جعله خير، ان هو كان ماشي في الصحراء، وهو ماشي لقى سيدنا الحسين. ولقى في ناس مكتفينه. وبعدين راح عشان يفكوا بعد ما الناس عشان ما يشوفوهوش، وفعلا فكوا. وسيدنا الحسين اداله 4 علب عصير، علبتين منهم سلام وعلبتين منهم مطبقين شوية. تمام. حاضر. وفي حاضر يا ام ملك. كمل مع الاتصالات ولا في اتصال؟ طيب معانا ام مصطفى. السلام عليكم ام مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. اتفضلي. لو سمحت في 3 احلام عايزه حضرتك تفسرهم لي. طيب اتفضلي حضرتك وموريني. بس عايزة يعني اقول لحضرتك وبعد البرنامج ان شاء الله عشان بعد الاتصال. اتفضلي. الصوت بيقطع عليا. اتفضلي. لو سمحت كنت حلمت من حوالي 3 شهور كده في بيتنا القديم اللي هو قبل ما اتجوز يعني. حلمت اني كنت بوضب في الشقة وكده، ففي كنت شارية كرومبة ومحطوطة في كرتونة برا الشقة، وبنضف قدامها كده، فرحت شايلها ومودية في حتة فوق، فانا بقلب الكرومبة فلقيت قلبها كله غامق واسود. فجيت الترامبة دي لسه موجودة يا ام مصطفى؟ فانا بطلعها فوق،
نعم. الترومبه دي لسه موجوده؟ لا انا كنت بطلعها فوق في مكان اعلى، فلقيتها طالعه منها زي راس تعبان، وبصت لي وراحت جريت. ده كان حلم. الحلم التاني كنت حلمت برضه في بيتنا، فماما بتقولي في ناس جايلنا، فايه طلعي اي حاجة من الفريزر عشان تطبخيها يعني وكده. فجيت طلعت الفرخة، فلقيت الفرخة فيها يعني ناقصة ورك، فجيت هطبخها اسلقها يعني وكده، فلقيتها ما تستحملش، فبقيت اطلع جزء جزء واحط في السمنة احمرها تحمير كده بس. ده برضه حلم. طيب حاضر. الحلم التالت كنت كانت انا وجوزي كان ماسك ايدي كده، فايه خدني وطلعنا فوق دور اعلى، فبصيت لقيت اختي قدامنا يعني، فاتصف منها وساب ايده كده، فلقيت حد بيقرا آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، وبس. والحلم خلص على كده. انا في كرب طبعا مع جوزي بقاله فترة، وعايز الدعاء من حضرتك. حاضر. ندعو ان شاء الله لاختنا ام مصطفى، كل مشاهدينا يدعو لها ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بينها وبين زوجها. اوصيكي انت بالدعاء من يجيب المضطر اذا دعايا ام مصطفى، واخرجي من الصدقة بنية ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك امرك ويصلح ما بينك وبين زوجك. امين يا رب العالمين. معانا الاستاذ خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ خالد. ربنا يعزك يا دكتور. انا بس كان عندي رؤيه عايز احكيها لحضرتك. اتفضل. تحليفك بالله ما حدش يقطع الخط بعد اذنك. اتفضل. ربنا يعينك يا رب. ما حدش يقطع الخط. الله يبارك لك يا رب. انا بامر الله سبحانه وتعالى بصلي استخاره بقالي كام يوم عشان هشتري يعني جديده اسكن فيها انا واسرتي. فيعني انا امبارح اول امبارح صليت استخاره ما شفتش رؤيه، او مش متذكر انا شفت رؤيه. امبارح اما نمت يعني صليت برضه ركعتين استخاره ونمت وكده، فحلمت حلمين. انا يعني الاولاني مش متذكره قوي، بس اللي متذكره ان والدتي بتتصل بيا بتقولي الحق شقتك اتسرقت او حد تاني، بس على ما اعتقد والدتي والله اعلم يعني. فانا طلعت اجري طبعا، فشقتي هي الشقة اللي انا بفكر اخدها الجديدة دي لسه عالطوب يعني، لسه مش متشطبة. فانا طلعت اجري كاني بجري في عمارة جديدة يعني، مش شقتي اللي انا مقيم فيها حاليا. معايا حضرتك؟ مع حضرتك. اتفضل كمل. وناس تقولي لا دي شقتك، واقول لهم لا هي مش شقتي وهكذا يعني. فهي من ضمن كلامها قالت لي ده اللي سرقوها اتنين مسك واحد فيهم، والتاني ابن خالتي يعني، ابن خالتي حي وعلاقتي بيه كويسه يعني، اسمه محمد طلعت. فقالت لي ده ايه التاني، هما مسكوا واحد منهم. دي كانت اول رؤيه. قلقت الصبح النهارده برضه ونمت تاني يعني، الصبح بدري ونمت شويه بقى، فشفت رؤية تانية ان انا واقف تحت عمارة جديدة، بس مش هي العمارة يعني، مش هي العمارة، مش هي الشقة اللي انا عايز اشتريها، لان العمارة اللي انا حاكم فيها بامر الله وربنا اراد مش متشطبة لسه من خارج يعني او من الداخل، لكن العمارة دي متبيضة ومتوضبة وقدامها ارض واسعة وفيها واحد بيبيع زي حواوشي
وانا واقف بشتري منه وبكلمه، فشايف بنتي هي الدور عالي اللي انا هاخد فيه، فشايف بنتي فوق قدامي وانا بكلمه، فبنتي بتشد انا خايف وانا بكلمه انا وهو، وكان في واحدة برضو واقفة جنبنا، فبنتي شدت راحت واقعة من البلكونة وجات الاسعاف شالتها ومشت بيها وكده، وانا طبعا انهارت يعني فقلقت برضو. حاضر. فبالله عليك يا دكتورة يعني بالله عليك قولي. حاضر يا استاذ خالد. مع ملاحظة والله اعلم، انا اساسا خايف من الدور العالي، يعني انا طبيعتي خايف من الدور العالي على بيتي، هل ده تأثير؟ بتخاف من المرتفعات؟ انا مش بخاف، عندي فوبيا جامدة، لا انا خايف على بنتي بمعنى اوضح. طيب هي بنتي الوحيدة وصغيرة. حاضر يا استاذ. حضرتك اديني ربع دقيقة بس عشان اسمع من التلفزيون. حاضر حاضر. في عجالة بس استأذن. طيب حاضر اكمل. طيب الرؤية معانا. طيب ام محمد على الاتصال واكمل مع حضرتك في عجالة على طول. ولا يا استاذ خالد. اهلا يا ام محمد، تفضلي تفضلي. السلام عليكم. طب اكمل استاذ خالد، واضح ان هو عنده شغل وعايز ينزل. الاستخارة هي سبحان الله العظيم، يعني الرؤية التانية ظهرت على مخاوفك انت على البنت، فعشان انت تتخض زيادة او يزيد القلق في نفسك عن موضوع على موضوع الشقة، الاولى بقى هي اللي بتوضح ان الشقة دي او الامر اللي انت مستخير عليه ليس فيه خير، ربما ان في مكيدة موضوع السرقة ده، وان شخص قريبك او ابن خالتك ايا كان، مش بقول هو بعيني، ولكن ربما ان في خصلة معينة او صفة معينة في هذا القريب، فظهرت الرؤية عليه او جاء الرمز عليه ان والدت حضرتك بتقولك الكلام ده. لكن يا استاذ خالد الرؤيتين بيشيروا ان المكان ده ليس لك فيه خير، رؤية استخارة ورؤية واضحة جدا، واعتقد كتير من مشاهدينا سمعينها معانا ويعني وقعت في, 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 في نفسهم حتى من غير تأويل ولا تعبير، لا سيب الشقة دي اللي هي بتفكر ان انت تروح لها ودور على مكان تاني افضل، واسأل الله عز وجل ان ييسر امرك باذن الله. معانا امة الله. اهلا يا امة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا استاذة اسماء؟ اهلا يا ام محمود، اتفضلي. الحمد لله اللي يخليك. واقول لحضرتك معلش بعتلك رؤيتين قبل كده. اتفضلي اتفضلي. بس يعني اتمنى من كل مشاهدينا اللي عبر الرؤية قبل كده ما يطلبش تعبيرها تاني. لا انا ما عبرتش رؤية قبل كده، بقول لحضرتك انا بعتهم لك قبل كده وحضرتك ما عبرتش. اتفضلي. طيب يا ام محمد، رؤية الثعبان ورؤية الجزامة الحمر حضرتك فكرهم؟ فكرهم حضرتك بعتهم في رسالة. تفضلي يا امة الله. حضرتك ما شفت في مرة زي انا وزمايلي منتظرين نتيجة قدام الكنترول، ففي واحدة زميلتي كانت اسمها صفاء بالسعود، فكانت ماسكة الورق بتاع النتيجة وكده وبتشوف الاسماء، فشافت اسمها هي وجمالة، بعد كده انا اخدتها منها عشان نشوف اسمها اسمي،
فروحت كأن الورقة دي اللي أنا خدتها كأنها زي مصحف، فأنا قلت إزاي طب هشوف اسمي يعني وسط الصور كده. راحت واحدة صاحبتي جات لي، لأ اجلب اجلب كده هتلاقي الأسماء من جوه. رحت جلبت في المصحف لقيت الأسماء من جوه بس اسمي مش فيهم، واحنا منتظرين قدام الكنترول على أساس إنه في أسماء هتطلع تاني يعني كده. فأنا قلت لزميلتي دي أنا جعانة يعني تعالي نروح ناكل الأول وبعد كده نجي، عشان أنا جعانة خالص تعالي نروح ناكل وبعد كده ننتظر نجي نشوف الأسماء اللي هتطلع إن شاء الله. حضرتك في رؤية تانية معلش كنت بتفضلي اتفضلي يا أم الله. نروح شقة شقة يعني مستأجر شقة، فحضرتك شفت الولاد في أمي شايلة عند واحد بدال قريبنا اسمه محمد شايلة عندي في الفريزر كده نية يعني، فأنا قلت له هات الكبدة يعني في العمي عندك، ورحت أخدتها لقيت كبدة نية كتير يعني وكده، فأنا أخدت منها شوية وخليت قلت له خلي الباقي عندك يعني خليه عندك مكانه في السرير. وحضرتك في نفس الليلة معلش ناس شفت يعني فرج واحدة يعني فجيت لي فكان لونه يعني أصمر بس عادي على استخارة الشقة معلش. طيب مرات أخويا كانت حضرتك أنا قلتهولك قبل كده بس ما عبرتهوش بتشوف في المنام بتسمع الأذان بتصحى في الحديقة بتصحى بتلاقي الساعة 2 يعني حاجة قبل الفجر يعني فبتفتكر الفجر أبدا فبتلاقي الساعة 2 يعني. حضرتك ممكن معلش رؤيتين تاني؟ اتفضلي يا أم محمد أمة الله اتفضلي. كثيرة على موضوع كده ان انا يعني اقدم عليه ولا لا، فحضرتك شفت اني في امتحان، الامتحان ده انا حليته كله الحمد لله ما عدا بس في سؤالين في الاخر، سؤالين مقالين يعني من قائل العبارة. فحضرتك اللي انا قلت ابو قحافة فبنت خالي كانت جنبي قالت لي انا ما كنتش اعرف اي ابو قحافة حتى في الحقيقة مين يعني، فانا سألتها ليه قالت سيدنا ابو بكر يعني في الحقيقة ما شاء الله. فحضرتك بنت خالي جنبي قالت لي لا مش ابو قحافة ايمان، قالت لي ايمان بس. والسؤال الثاني حليته كان السؤال الثاني حليته ليلى عيدي. فحضرتك بعد كده في نفس الليلة شفت ان في فرختين مدبوحين جوز جابهم يعني حطهم في الثلاجة. دي رؤية جديدة يا أمة الله صحيح؟ رؤية جديدة بس في نفس الليلة يعني. تمام حاضر. حضرتك الفرختين دول كنت حطهم في الثلاجة جوز جابهم بس زي ما مضفهم في مريش يعني بس مش مغسولين بالمية فزي اللي حسيت فيهم كده ريحة خفيفة يعني بس لو غسلتهم هتروح الريحة. تمام. حضرتك غسلتهم في الحوض المطبخ جيت هطيب واحدة على البوتاجاز والتانية هخليها في الفريزر يعني في سلاسة الثلاجة. فحضرتك الرؤية التانية بمناسبة الاستخارة برضو هي دي، شفت زي في زرع كده الزرع ده مش فاكرة بالظبط جمح اللي هو الجمح الصغير وهو لسه مطلعش سنابل او برسيم.
حضرتك على الحواس بتاعته كان زرعين زرع سلفي اللي هو الكزبرة الخضراء، فأنا هو كان خدها فأنا كنت عايز كزبرة خضراء، ففضلت أنادي نادي بسيط كزبرة خضراء عشان هو خدها، ففضلت أنادي حتة حتة يعني شوية ليلين. بعد كده حضرتك جيت طالع من الزرع، لقيت في الزرع نفسه على أمة الله أمة الله لحظة، رؤية الكزبرة الخضراء اللي انت قعدت تنقي منها دي سبق وعرضتيها عليا؟ لا لا حضرتك، لا ما قلتهاش خالص رؤية. طيب كملي. لقيت على الحافة اللي هو فيه بتاع دي زراعية، فقلت الزراعية دي اما بطيخ هتطلع بطيخ او شمام. بعد كده رحت قلت لما تطرح هنشوف وهنشوف ايه اللي هتطلع دي. وحضرتك رحت عملت الزرع كده، رحت لقيتها منبتة سمراية، السمراية بتاعتها دي خيارة كبيرة. بعد كده مشيت شوية كده فرحت لقيت واحد اسمه أحمد عبد الظاهر، ده أستاذ بتاعي أيام الابتدائي، فهو بيكلمني على أساس إنه زوجي، فبيقول لي أنا جبتلك توم فوق الدولاب، وهو توم أخضر قشرة بتاع ده ورق توم أخضر، بس من امبارح شكله مش هينفع. قلت له لا ده لسه اخضر هينفع ان شاء الله. بس خدته وقلت له هينفع، وهو على اساس انه بيكلمني على اساس انه جوزي يعني. حضرتك معلش اقول الرؤيتين بتاعت البيجامة الحمراء اللطيفة وال طب معلش يا أمة الله احنا يعني معلش لان في اتصالات تانية منتظرين، فمش عايزين نضيع برضو على الناس انتظارهم. سامحينا هنكتفي بس بالعدد المنامات اللي حضرتك قلتيها ونرد عليكي ونستقبل أم رفايدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم رفايدة. تفضلي. أيوة كنت مرة حلمت إن أنا يعني واقفة في مكان كده واسع أوي وفي نور كده أبيض، بس مش ناصع أوي يعني، نور كده أبيض، وبعدين في حد جنبي بيكلمني، وفي بس انا الشخص ده مش شايفاه، بس يعني عارفه ان هو ده سيدنا جبريل، وفي شخص كيف حالك مع الله يا ام رفايدة؟ نعم كيف حالك مع الله؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا منتقد الحمد لله ما شاء الله وكل الحمد لله ما شاء الله. فصف رجالة قدامي كده فكلهم مديين لظهرهم، فلابسين ابيض كلهم ولابسين شلان بيضة، فانا بسأل ان هو سيدنا جبريل، انا اعتقد يعني هو انا متأكدة ان هو سيدنا جبريل، فبيقول لي بقول له مين دول؟ فراح قال لي دول الانبياء، فواحد منهم بس ما شفتش حد منهم كلهم بيديني ظهرهم، فانا واحد بس منهم طلع وراح جالي ابيض وليه لحية بيضة كده ولبس عينة وفيها شال، فهو شاورني وقال لي ده سيدنا ابراهيم بس. ما شاء الله. حاضر. الثانية كنت حلمت ان انا واختي لابسه نقاب برضه هي ومعانا والدتي متوفيه، فبعد الكلام ده بعد الوفاه يعني، فان والدتي رد يعني مقعدينها على كرسي متحرك فاختي هي اللي بتزقها، فاحنا رحنا بنعمل عمره،
بس انا مش شايفه الكعبه، انا يعني انا في مكان بره يعني، فاحنا طالعين المفروض ان احنا رايحين نطوف، فاحنا طالعين بسلام كده، فانا طرت معرفش يعني، انا لقيتهم هم راحوا في حته وانا رحت في حته تاني، فانا عمال اطلع اكمل بالسلالم، فلقيت انا لابسه، كنت لابسه لبس عبايه سمر عادي، بس لقيت نفسي لابسه سوري يعني قميص نوم، فطلعت لغايه فوق، وبعدين لقيت نفسي طفت، وبعدين لقيت رجاله كلهم لابسين لبس الاحرام، وفي عرق وتبكات كده، ولقيت رصيف، وبعدين بقول له ايه ده انا عايز اطوف، قال لي ده مش مكان الطواف، قال لي دي جبل عرفات. ام رفايدة، لحظة يا ام رفايدة، في نية ان شاء الله للعمرة قريبا؟ انا نفسي، لكن يعني مش يعني مفيش حاجة دلوقتي، بس انا نفسي ربنا يبلغنا اياها حضرتك وجميع المشاهدين ان شاء الله يبلغنا الزيارة باذن الله تعالى. تفضلي كملي. امين. فانا نزلت بعد كده و يعني ما عملتش حاجه، ما مطفتش بقى، فلقيت اختي وماما، فقالت لي انت رحتي فين؟ احنا طفنا ومشينا خلاص. فرحت لقيت نفسي بقى لابسه العبايه تاني، ورحت ماشيه معاهم من غير ما يعني اطوف. طيب. وكذا بقى مرة احلم ان انا بكون في المكان اللي عايز اعمل عمرة، بس مش بشوف الكعبة، بس اكون برا عند عايز المكان اللي فيه اعمال دوت، او في السعودية هنا. هنا في فرق يا ام رفايدة، ان انت تكوني في الحرم ومش شايفة الكعبة، او ان انت تكوني بعيدة عن الحرم، عشان وفي طبعا العوازل اللي انت مش شايفة بيها الحرم الكعبة. حاضر، هرد عليك يا ام رفايدة. عندنا بقت في احلام كتيرة وعايزين ان شاء الله ناخد. تمام، حاضر، سيبولنا فترة ان شاء الله ان احنا نرد على الاتصالات دي كلها. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ انا هدى. اهلا يا هدى. امبارح حلمت، اول مرة اتصل على فكرة ببرنامج في التلفزيون. ربنا يعزك يا رب. امبارح حلمت ان انا لابسة فستان فرح ابيض، وانا اصلا متزوجة ومعايا ولد وبنت، وعلى راسي في تاج كده، والفستان من قدام مفتوح شوية، فأنا قلت رجلي، حسيت إن رجلي مليانة شعر، فرحت لابسة جزمة بوت سمرة وكلها مطرزة من قدام، وبعد كده رحت رايحة لجدتي، جدتي دي متوفية، فلقيتها قاعدة ومعاها صفيحة كده، وهي من عادتها كانت بتدينا أصلا لما تعمل كحكة أو بسكويت أو حاجة كانت بتدينا، فلقيتها ملت لي الكيسة ديت حاجات حلوة، وفي نفس الحلم نفسه لقيت شيخ جليل يعني بيجي في التلفزيون، وإني لا أذكر الله أحدا، لقيته أكنه ماسك مصحفين وحاططهم في الأرض وبيصفح بصبع رجليه المصحف ده، بقيت قلت يعني ازاي انا شايفاه كده، ده هو راجل شيخ جليل، ازاي انا اشوفه بالمنظر ده، ان هو يحط المصحف في الارض ويصفحه برجليه، بس انا كنت شايفه نفسي جميله جدا في الفستان ده، فانا مش عارفه ايه التفسير ده. الجدة عايشة يا استاذة هدى؟ لا دي متوفية. طيب معلش عشان انا ما سمعتش، بس انها متوفية او على قيد الحياة. حاضر يا استاذة هدى. هي متوفية.
حاضر يا استاذ حاضر. حاضر. ارد في اتصالات ونبتدي رد. طيب حاضر. معانا ام عبد الرحمن. اهلا يا ام عبد الرحمن، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حلمت اللي احنا كنا في شقة جدي، بنعمل قرص. اخو خال امي جه، امي كانت مسافرة بكرة، فهو مسافر البلد، قام جاي بيقول لها يلا عشان تروح معايا، جاي لابسة ونازلة، واحنا وماشيين لقينا التعويضين مخواتم، قامت امي قالت اخوها عايز تيشيرت، وجاب راح عند بتاع التيشيرتات وجابت له تيشيرت، وهي جابت لها خاتم. تمام. معاك ماما. حاضر. اتفضلي يا حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في فيلم تاني ممكن اقوله؟ اتفضلي. مرة كنت قاعدة عند بيت أهلي، وبعدين أبويا متوفي بقاله 14 سنة. الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. لقيته داخل عليا وأنا قاعدة في الأوضة، وأنا قاعدة أنا ووالدتي وإخواتي، قام حط إيده على دماغي وقلت له أنت بتعمل إيه؟ أنا اللي برقيكي. أحسن خايف عليكي لحد يحسدك. بس دي فيلم، بس ممكن فيلم تاني؟ اتفضلي. والدتي فيلم لابويا، قال لي هو جابها في الحلم ومتشعبط في عربية، قالت انت متشعبط كده ليه؟ قال لي انا بشتغل في شغل جديد. ده الوالد؟ ايوه. حاضر. حاضر.